Ebu Talib evet evet yani taçıp seremin ve çoğat ise ey ki ne sabit bu ise salada sirip khinin ujana peygamberi khinin aleyhissalatü selam ebeden yani hama tulube her iş mevip siyar iş kop kert kamit çip bu dini kukiriye ka as mustahaddim çip kem ava hata ve derece af ne khuşiye hemi af azabe hemi bisari peygamberi datit aleyhissalatü selam jberçi yani ebed çünkü zan ava kanaata hay sat sadi risale ve haqq يعني هكيك تشكي بدات فلانك يعني صانعيه ما انا كلمك كلمك لكلمك بيجي تازي بريمه ومش علاقه بفانينا واسم وديت خوت ودي فخوت وفلان انت مالك هيك شمال افطار ويا لو نبيت يعني دخل مالا خدت كثلا جوي تشتي نبي طب وانا قلت ياود شو ماني نافر كيف سبحان الله تشتك مينا سي صالة بيغمبر عليه الصلاة والسلام وحالي بيت بو أوان أوان جدل يعني موضوع أبدا درس زانية بحقه درس زانية بركة خديها حتى يعني هاتي كو إيك شوانا يعني ش كافر أبو عامر أبو نافي أف عامر أبو عامر يعني شابو شو بذكي وحش ترك تجيب تشتكر أرزاق كيلو تشتكر وتبر حتى نزكي نهالة عكس يعني بركة نهالة ناس شو بس نزكي نهالة وقت تبو شاف بروي دان نهالة بحس يعني كافر مراقبة سركر طب سلمان بيقول تناو السردين يخو شو بي شمرو فاني هما قلت ام ابد قبلنا كنتو بي جارك هذيتر قلت عهد بيت اسنابهم بشتي سورو جدي جارك هذي شو برافة نشيا اينا قرت ان قلك يشاند وقلت عهد بيت اسنابهم ابو سفياني ايش دست وين داري شو قلت قلت افابو مرو فاني بات بلا ما اخلاقك يعني خراب كير اخلاقي ما همي خراب نبيت رخد ابو سفيان افا يصير كفري بلا عند جراحته عند انسان خرابيت هند تشد بيجي بيجي ما خراب يكر بلا ما مش حد ينبي نذري ما خراب يكر عند اف بلا مرواني ما هر هي بلا هر بمينيت ابو سفيان وصل جد ستوي نذر قال لك مروي تاني يعني بو بارا سلام بيجي الكليب هيك تشكت اف كليب برا د اخلاقك تشت ملت تبي خرابيت اخر بارا بيفاتت اف وصلت تشيت جحل دو صب خرابن اف نباشا بوتشكي قيم هكا قيم نمونات مجتمعي ذا هكا اخلاق نمط ملتي ذا وملت خراب هذا كافر نجد بيش ما اخلاق خمي خراب كرب لايكي بيلين ايكي بيلين ذا زي كيف حشتر وصد بر هكا ابدا يعني بيغمبر عليه اسم بيشتن افتشتا بين كيف شي بلالي بهاد باجارك افا خاربا ساعات في اودي بخد بل قيد داراب خون حتى دس نفي جوان حاشا شتيت حيواني اللي بيتم افا نخوشي سرا چه سرا افا رسالة سرا افا ديني قران هات اخاري دلوان وبناء قران تاب قال براخي شي احتمال في سالك سيد عم شو قاهم بين صراحه تشكي بيت قران بخوينا قران شد بيجتن بيشت ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يا محمدك خذ حسك دهمي خو ايمانين خو عجزنا كان وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هين حقي بيجن هلك كيف اخويا شريفة ايكي هي قرار الذات يخرب بيت ايكي هي قرار الذات عراقي باخذ ايك هي قرار الدات حرامي بخوت تو نكا يهيجد بجنا اس ايمانين ولقد كذبت رسل من قبلك فيغمبر بري تجي قلت دروت كرن قلت يا بري تجي دروات كنين فصبروا على ما كذبوا يعني قران امر واجت قد امر وبس صبرت قد تشتكي دي ابدا زياده ترناقم هذا يعني درستايت انا تربيت كرن درستايت ثباتت كان يا قران هكا قران تش دل بخيني هكا قران يوصف خيني هكا توصل قران بزفري هكا رمضان دات عبادته خزيدك تش دل دعاش خديك خدي دي تجي ثابت كاتن رب العالمين دي تجي قائم كاتن افل قال افيد بني هاشم ياشت كان بيجنا هين كافر انه ما نش خير بهنايه انا بسينو هين قال ما انا راسته افيد مروفيت بيغمبري عليه الصلاه ابو طالب فلان نا بس ما صاد بيزاقنين بيقول في قال جهندك ما خدنا شو عندك قدنا هكا بيجي خليتك هكا بابي يعني قصيرك دفع بيني بيجنا كات ما خدنا شو بابي خدت نا فغمبر عليه الصلاة والسلام وصحوا بيشت أخلاقي خو أخلاقي خو وقتها ببينه ثابتا إن مستين لا يسر رسالة خو هم هذا بخو خو بابي تأخذ تبين تنتي نفجر سبيد زيارات بيدس نفجر شوي خو بابي تنا نفجر جنكت دي شرم شتكت هند جرى أزمان خو مروز دي بابي تخد ليش نكت أخلاقي خو نشابة أبا برخو دي بني هاشم مين كافر الجل هم الصحابة شون قلنا شخير بوانا تنفسينه نا آخر إنسان تباشن الجل ما تحملت كان الجل ما اختي خو كافرك جيبيت پیغمبر مراعاته قلت ابد نبيش نوانا بصر ما جيب بنجاري سبحان الله سي صلاة ايك بصر ما بويا دفاس صلاة سيلة تبخينا خو ايك بصر ما نبويا دعوة راستيا بس جاري افب خو دعوة يا انا دعوة افب دعوة يا رسول الله حتى قيامت دي بسعبتك ان الدليل اها فامي بقى بو بي جماعتي بو تلفزيوني بو خلقي خري بحث كين افانا چه تضحية دا وچن چن نمو نبونا وچان تحمل كرا وچان صبر كشا چوشيان ابدا يعني اها افا خضانت اني افي اخلاقي بون پیغمبر عليه الصلاة والسلام
السرفي يتربيه طوانات كتن اخلاقي جوانا بس كان قدرت كت هنجي حصار فدبو وقت موسم الحج بوش موسم الحج قريش خذ المصالح موسم الحج دا وقت الحج دا شو مشكله بخش هناك كان اجبرتي اجبرتي كي دا يعني مشكله بوش هنا بن وتجارتنا تكشيتن وخلت التجارات تكتن اجبر عند النبي عليه الصلاه والسلام تيت الفي فرصه استغلال كتن اكيد بينيت النافي عمره عمرو بن عبسة عمرو بن عبسة بيني البيغمبر اني فيجيت عليه السلام سرق اخو بيغمبر سرق اخلاق اخو يبر دوامه بيشتي يعني بسيارة كتوه هنا محمد بيشت بلش تدف ديد بيشتي تكيد بيشتي اس بيغمبر انا نبي طب شو هاتي بيشتي رخوذ بيغمبر الظانيتا اف مروفي هاك قال حش صنع ما نذكر وقال لك مروفاني بو هما بيتو ظاني هاريكي دبو تشبو اغفي قلت له بشو هات رسالة الدينية تبع شتقت قلت بصلة الأرحام وكسر الأصنام راح أخذها في غنبري عليه الصلاة بصلة الأرحام وكسر الأصنام شن شن جوان شن تأثير أزم مروفانية هاتيم خل بيت مروفيت إيك وأس صنم من راكم نهلا وصنم ناش قيد في غنبري عدنا كصنم الويري بس جال زاني تبي مروفيت شو هاد اللي يكرتن قلت كل قلته كبوري تنا قلت حر وعبد حر وعبد برا أخذ أبو بكر وبلال أبو بكر وبلال قلبون إيك حر ما او دينه وصايه سيد ويا حر ويا عبد وكيك لبيت دينك حقه قلت لي ازدي تبعتك اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله قلت له بتبجم يا عمرو عمرو بن عفسه قلت فيك في حاله متي تبيني قامت حصاره ما تشنيني بخن ناهل اك تشتكي بما بينت ادي نصيحتك قلت لك قلت ايه قلت هرب جهه قومي اخو عرضت جهتي ودعوه وابكي وبرواب دي اسلامي هكي تديد اسفل كتن بشوار سبحان الله پیغمبر عليه الصلاه والسلام شو يا حكيم شو الظاني شو تأثير لك شو موجود إسلام خير بس بصلاة الأرحام آخر جاي دراسة كذا بدك شو متأثر بيه كابو في بحثي شو بكم بيجيت عمرو بن عبس بيجيت حتى بيغمبر في سركتي عليه الصلاة والسلام أخبار بمهاتم كبيغمبر في سركتي فتح مكة قلت أشوم قلت بيغمبر ديد عليه السلام أشوم قلت يا رسول الله تمني ياسي قلت بيغمبر يقول تنبلع تو عمري عمري كور عبسي قلت شو بدي تجرون دقون قلت قل يوم مهاتم كبيغمبر حتى أنا كأجبرنا كريمة ويعني بس أقدر سبوا قلت آخر نيا حقي أوصى قال لي خش كبرى كده شد اللي تذا خلاص جارك يبون بيجا كيف تعقله من نهزار جار جارك يبيجا خلاص كتعقله من سيدا خدي دخو جوري في دينك دخو جوري فارس عليك خدي تعالى يعني قوتي بدأ تمام وما ثابت كتن سر في ديني وفي دين البرمشيني كتن هكذا خدي حس كت دشوا في حصار رابطا ودشوا شو في مصيبة ذكرا دتمام كين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.